كابتن وليد، انا هشارككم بعض الكلام اللي بيتقال من كل الشباب اللي بيحب الكوره في مصر بعد تعيين كابتن حسام حسن، واعرف رايكم في ده ايه. اول حاجه، كتير من الناس رابطه ما بين تعيين الكابتن حسام حسن وان ده هيبقى هينعكس بشكل من اشكال الحساسيه في علاقته بنجم مصر ونجم العالم محمد صلاح. هل بتشوف ان ده يحصل يا كابتن وليد؟ لا طبعا. ايه السبب؟ مليون في المئة، لان النجوم بتعرف تعامل بعضها. القصه ببساطه شديده ان كل واحد ليه المركز بتاعه ابراهيم، وكل واحد باحترافيه شديده. انت بتتكلم على محمد صلاح، واحد من اذكى اللعيبه اللي موجوده في تاريخ مصر، واحد من اكتر اللعيبه المحترفه في العالم. فمحمد صلاح عارف كويس جدا جدا هو عايز ايه. انا لسه قاري حاجات غريبه ان محمد صلاح هيعتزل دوليا. محمد صلاح اذكى من كده بمليار مره. وكابتن حسام حسن مدير فني منتخب مصر هيعرف يلم محمد صلاح وهيعرف يستخدم محمد صلاح. قصه ببساطه شديده، احنا ممكن نختلف قبل القرار، وناس تقول مع وناس تقول ضد، وده حريه راي وده الطبيعي في الكوره وده الطبيعي في الحياه. لكن وانس ان انت خلاص اخترت، فلازم على كل الناس اللي بتضرب من تحت الحزام دلوقتي، ده مش وقتها. صح. يعني خلاص عين مدير فني منتخب مصر. الحلم بتاعنا ايه؟ الحلم بتاعنا نوصل كاس عالم، وان شاء الله باذن الله ننافس على امم افريقيا 2025 لو اتلعبت، وان شاء الله نحققها. وكمان احنا عايزين نخش في مشروع، عندنا امريكا 2026 قدامنا 3 سنين، 24 كلها و25 و26 نقدر نعمل جيل لمنتخب مصر يشرفنا كلنا في كاس العالم. صح. خلينا نوحد الهدف. يعني انا اللي انا فعلا حزين عليه، سبحان الله، كل الناس على ارض الواقع او الناحيه الشعبيه او الناحيه الجماهيريه كلها موافقه على الكابتن حسام حسن. الضرب كله جاي من نجوم. وده ما يصحش، يعني بالعكس، ده انت بتفتح نفس لكل المدربين المصريين. انا لسه ما عرفتش اتفرجت على الانترو ولا كابتن، كنت لسه بقول ان نجاح كابتن حسام هيبقى طوق نجاح المدرب المصري، لان تجربه كابتن حسام البدري مع تجربه كابتن ايهاب جلال يعني خلت التجربه دي تجيب ضلافها، فده طوق النجاه الاخير اللي تخلي المدرب المصري يرجع بقى للرونق بتاع كابتن جوهري كابتن حسن شحاته. ومليون في المية انا عندي حساسيه كمان شديده جدا، فكره ان الناس اللي تقول لك ايه المصري ما ينفعش، لا مش عايزين مدرب مصري. ايه يا جماعه ده؟ يا جماعه احنا عندنا عقده فعلا اسمها الخواجه، عقده متاصله كمان فينا. يا جماعه ما تعيدوا عيدوا التاريخ وعيدوا الذكريات. انت لسه حالا مدرب سي في كبير واجنبي، جبت له لبن العصفور، هات فتوح وصبحي وهم موقوفين في الزمالك، حاضر. هات يوقف مش عارف طارق حامد، حاضر. روح بقى، حاضر. مش عارف محمد صلاح يمشي، حاضر. كله حاضر، كل حاجه انت عملتها في فيتوريا، وفي الاخر ما تنزلش عن جنيه واحد ما تنزلش عنه. فده الاجنبي، هل انت هتعمل كده مع كابتن حسام؟ هتقول له حاضر على كل حاجه؟ هل هتوفر له الامكانيات اللي يقدر من خلالها يشتغل وهو مستريح؟ ولا ما خدش حسين الشحات جمهور الاهلي يضرب، ما خدش زيزو جمهور الزمالك يضرب، ما خدش مش عارف مين اجمل شعب. عايز يا راجل، منتخب مصر ما فيهوش مركز طبي او اجهزه تكون متنقله تقدر تعالج الشد والمز في يومين وفي ثلاثه زي الاجهزه اللي موجوده اصلا في الاهلي وفي بيراميدز وفي الزمالك وفي البنك الاهلي. مش معقول. يعني انا قصدي ان انت وفر، انت الجهاز اللي فات كان بياخد 200,000 دولار، يعني حاجه بتاعت 6 مليون جنيه لو بنك يعني. أي. تمام. الجهاز ده يستحيل ياخد مثلا نصهم، مستحيل. ففي فلوس وفر بيها بقى. اتمنى من الكابتن حسام انه اوعى ينسى التكنولوجيا. اوعى يا كابتن حسام، يعني لو انت عايز نصيحه، ايوه، اوعى يا كابتن حسام ما تستخدمش التكنولوجيا. حط دايما، حط مخطط احمال، حط عايز محلل اداء، عايز اجهزه معينه، عايز اي حاجه انت عايزها استخدمها عشان هتنفعك. تمام.